أحسن الله إليكم شيخ. يقول في مسألة عذاب القبر ذكر حال المؤمن وحال الكافر من حيث العذاب الذي يلقاه كل واحد منهما، فكيف يكون حال المؤمن العاصي؟ نعم، المؤمن العاصي إذا كانت معصيته دون الشرك فكما بينا الجواب الذي قبل هذا أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. نعم.